إذن زيارة تفقدية أجراها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري للمنافذ الحدودية مع إيران أثمرت عن اتفاقات مشتركة مع السلطات الإيرانية وتجاوز المعوقات التي ترهق الأعداد الكبيرة للزائرين. تلاها أيضا التأكيد على ضرورة الانتهاء من تطوير المنافذ التي تعد البوابة الأولى لاستقبال مئات الآلاف من الزائرين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. المحطات الأخيرة لوزير الداخلية في منافذ البصرة الحدودية، أبرزها منفذ الشلامجة الأثقل من حيث عدد الوافدين والمغادرين إلى جمهورية إيران الإسلامية مع بداية محرم وصولا إلى الأيام الأخيرة من شهر صفر. ومع أهمية هذا المنفذ إلا أنه يبدو متواضعا من حيث الخدمات والبنى التحتية على مدى اليومين الماضيين، وبناء على الاستعدادات والاستحضارات الجارية من قبل وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية، كان هناك استطلاع ميداني وزيارات للمنافذ الحدودية بين البلدين، وكان هناك تخطيط والاتفاق على كل الإجراءات التي يتم تنفيذها خلال الزيارات المليونية، وبالذات الزيارة الأربعينية التي ستكون حاضرة خلال الشهر القادم. إجراءاتنا في وزارة الداخلية العراقية تلخصت بتأمين الحماية للمنافذ الحدودية في المنذرية وفي زرباطية وفي الشيب والشلامشة. اهتمام جدي دار جدية يعني من قبل الطرف العراقي، وإن شاء الله تكون الزيارة ناجحة. حاولنا نستعجل بعمل نحاول تفعيل الواصلي أو الميناء، أحد ميناء الخرمشار، تفعيل ميناء خرمشهر، لكن من الوقت انه ما يسعفنا على ما يكمل ميناء خرمشهر اللي لازم نفوج به الزوار الايرانيين الى منطقه الحدود العراقيه. ومع مشاريع حكومه البصره لاعاده بناء وتاهيل هذا المنفذ، الا ان الوقت يبدو حرجا لانجاز ما يمكن انجازه في وقت قصير، والحكومه ترتئي بناء المهم والضروري للتخفيف عن كاهل المسافرين. كل يعلم أنه بدأت إجراءات بناء هذا المنفذ على مساحة 340 دونم، بس هذه المساحة وهذا البناء الوقت ما راح يسعنا أنه نصل إلى عند الزيارة الأربعينية، لكنه إجراءات الأخرى، المظلات، تسهيل عملية دخول الزائرين، تزويد المنفذ باحتياجات قد يحتاجها الزائرين لأن الأجواء حارة، ممكن مرشات الماء إلى آخره، كل هذه السقائف ستنفذ قبل وصول زوار الزيارة الأربعينية. فيما تكون اللقاءات بين الجانبين العراقي والإيراني بأعلى المستويات، هل ستكون النتائج مرضية للمارين عبر هذا المنفذ؟ لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.